يستدل بعض العلماء على كفر تارك الزكاة كسلا بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكيف نجيب على عدم كفره؟ هذا في الكافر الأصلي. الكافر الأصلي إذا تاب إلى الله وقال: أنا ما يخالف، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأصلي وأصوم وأحج، لكن الزكاة ما أعترف به، هذا لا يقبل منه ولا يدخل في الإسلام. لا يدخل في الإسلام إلا إذا اعترف بأركان الإسلام وقام بها. نعم.